فلسطين لغة مقهورة في شفة طفل حزين، موت امرأة تحت أقدام الظالمين. فلسطين، فلسطين تبكي وتبكي كالمساكين، كالمحتاجين. فلسطين مسرى نبي الله الأمين، فعشق المسلم أرض فلسطين. فالقدس حرك أشجاني وألهب وجداني، فالقدس نار تبعث أحزاني، تحطم صمتي وتهد كياني. غدا فلسطين لنا كلها، كأن إسرائيل لم توجد، لكن الله من مظلومة تشتكي الأذى، وتجري الدم من أبنائها يسقي أرضها، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، تقول لهم إلى القدس إليك قبلة الدين. إلى حرب تدق الظلم تزهق روح صهيون، وترفع في سماء الكون أعلام فلسطين. فسنأتي إليك نشد الرحال، ويعلو الأذان أذان بلال. سنأتي ببأس لأهل الخنا، ونشفي الصدور بوأد الضلال. هنا القدس آثار مسرى الهدى، وذكرى النبيين خير الرجال. المسجد الأقصى أين هو؟ أين أرض الإسراء؟ أين مسرى الحبيب الشفيع؟ كيف يقع تحت أقدام شذاذ الأرض؟ أخي، يا من على الدرب الجريح تذكر الأمد، وأولى قبلتيك هناك بين الذي مرد، أتبكي؟ كفك في العبرات وانظر ما الذي فقد. ففلسطين أرض مقدسة لم يقدسها البشر، بل قدسها الله جل جلاله، فباركها وطهرها وطهر حولها. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلأجلها تفتدى الأرواح، فلم تقدس إلا لوجود المسجد الأقصى عليها، ولمشيئة الله عز وجل لبركتها. فللأقصى تشد الرحال، ويترك الإنسان الأهل والأحباب والأصحاب، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة، وهو أفضل المساجد في الأرض بعد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهو ثاني مسجد بني على الأرض لعبادة الله عز وجل، وهو أول قبلة صلى إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه لكرامة وعزة للمسلمين، فهو نهاية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداية معراجه إلى السماوات العلى. فبالأقصى متعلقة القلوب، ولرؤيته تهدأ النفوس. فسنحرر بإذن الله الأقصى يوما، وسنعود، وهذا وعد من الله عز وجل. ففيها نجى الله تعالى سيدنا لوطا وإبراهيم عليهما السلام، فهي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين. قال عز من قائل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي أرض فلسطين. فقد أفسد فيها بنو إسرائيل، وسفكوا الدماء، وقتلوا الأطفال والأنبياء، وذبحوا النساء. وقال ربنا عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر،
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. فسيكون عذاب بني إسرائيل شديدا بإذن الله عز وجل، فالذين لم يرحموا عباد الله تعالى لن يرحمهم عباد الله عز وجل، ولن يرحمهم المسلمون الصادقون. وصدق رسولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من لا يرحم لا يرحم. فاللهم يا مسبب الأسباب، ويا قاهر الأعداء، ويا هازم الأحزاب، ويا منزل الشتاء، ويا مخرج الأموات، ويا مخرج الأموات، ويا كاشف الكربات، يا سميع يا عليم، يا من بنيت السماوات بغير عمد، ويا مسير الأرض بغير عون، اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم، اللهم صوب رميهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين، اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء، اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين، اللهم اقتل من قتل المسلمين، وانصر يا ربنا من نصر المسلمين، وعليك باليهود الخائنين الماكرين الغادرين المجرمين، ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة، واقذف الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم، وتقبل يا ربنا موتاهم عندك في الشهداء، وانصر يا ربنا مجاهديهم في سبيلك، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، وأنزل عليهم الصبر والنور والرضا، وبصرهم ربنا ونور طريقهم، وثبتهم على الحق. اللهم ثبتهم في برك وفي بحرك وفي جوك، وانصرهم يا رب العالمين. وثبتهم ربنا وثبتنا أجمعين على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.